اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع اسبوع قعدنا نتابع السوشيال ميديا وكل اللي بتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. بحب اوجه لحضراتكم الشكر على الكلمه الحلوه وطيبه الخاطر وجبران الخاطر. يا شيف تمام، تسلم ايدك، الله ينور، شيف مصر الاول. كل الكلام ده بيديني من الروح المعنويه اللي تخليني اذاكر واحضر واجتهد ان احنا في الاخر نعمل حاجه حلوه تعجب حضراتكم. النهارده معانا الفراخ، عايزين نعملها مقرمشه بالسمسم من ضمن الطلبات المطلوبه. يعني الفراخ بتفك مننا الخلطه، الفراخ بتشرب زيت، بيبقى فيه دم ما بين المفاصل بتاعه الفرخه وما بين اللحم بتاعها، ما بتبقاش زي بتاعه بره. كل الكلام ده وكل التفاصيل دي هنجاوب عليها عمل النهارده مع بعض مع جوز فراخ حلوين وزنهم قليل جدا، الوزن لا يتعدى 750 جرام. يفضل الفراخ الصغيره عشان نعملها مع بعض ازاي مقرمشه. ولكن النهارده كمان طبق مكرونه بالبقدونس والزيتون، في علاقه قرابه وتواصل ما بين المكرونه والريحان والزعتر والاوريجانو. انما البقدونس الجميل الحلو اللي هو مفيد طبعا، ازاي نعمله النهارده مع طبق مكرونه مع زيتون مخلي بطريقه الشيف المغازي هتعجب حضراتكم. المانجا بتاعتنا اللطيفه الحلوه اللي احنا يعني بنستمتع بيها والايام الجميله، قبل ما تودعنا بنتسال على السوشيال ميديا شيف مغازي يعني شبعنا من المانجا ناكلها، سواء ناكلها مع فروت سلطة او ان احنا ناكلها شرايح. النهارده هنعمل المانجا مع فطيره الكريب. دايما الكريب بالشوكولا او بالفراوله معروف، ولكن نعمل فطيره الكريب بالمانجا والمانجا اللطيفه الحلوه المسكره دي، ده كلام جديد قوي. هنشوفه مع بعض ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه، افكار بسيطه سهله لا تتعدى طبعا يعني مصاريف كتيره والكل في متناول الجميع الماتيريال بتاعنا. ولكن مش عايز اطول على حضراتكم، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله بتوصلك لمفاتيح السعاده والبهجه اللي جوه مطبخك عشان التواصل الاسري والعائلي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف تفاصيل الحلقه بتاعتي وخط سير العمل. معانا فراخ هنعملها مقرمشه وتاخد شويه شغل معانا، معانا طبق مكرونه لطيف الاطفال هيفرحوا بيه، معانا كمان الحلو بتاعنا مانجا طبقات مع عجينه الكريب. هنبدا باول حاجه طبعا ازاي نعمل الفراخ كريسبي او مقرمشه بالسمسم. المقادير على الشاشه، جوز فراخ حسب عدد افراد الاسره، معانا توم طازه، توم باودر، بصل باودر لازم الثلاثي ده، ومعانا شمر مفروم ناعم، جوزة الطيب، وطبعا البابريكا وشويه كركم والملح والفلفل، زعتر مفروم ناعم، كل دي المقادير. والسمسم الاساسي اوميجا 3 علشان يعلي الذاكره ويدينا طبعا ذاكره كويسه، وزيت للتحمير. يعني مقادير بسيطه جدا ولكن التركايه مع المغذي. هناخد الفراخ الجميله الحلوه دي كده، الفراخ دي فيك تقطعيها مبدئيا كده 12 قطعه وفيك تقطعيها 8، ولكن نصيحة مني لو هتعملي الوجبة دي أو السفرة دي أو الطبق ده لازم تختاري الفراخ الصغيرة اللي هي حجمها صغير، تبقى سريعة التسوية وفي نفس الوقت كمان ما تاخدش وقت كبير في الزيت وتشرب منك زيت. ولكن مهم جدا وانت بتقطعيها بتشيلي طبعا السلسلة بتاعت الفرخة بالشكل ده كده. على عينك يا تاجر. واحنا شغالين مع بعض كده ناخد اتصالاتنا. احنا بعد ما بنخلص الهواء بتاعنا عندنا فقرة مدتها تقريبا 5 دقايق لقاء مع حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، وبنجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوا عليها. الفراخ هنا انا حريص في ان انا اقطعها واخفف العظم منها بقدر الامكان بالشكل ده كده. اخد الصدر ده بقطعه على 3، الطرف ده كده لوحده اهو بالشكل ده كده بحبها، ومعانا كده الطريقه دي كده اهو وانا شغال. شفت ازاي الفرخه اهو ده لوحده، يعني نبص عليهم كده، ده الواحد نص فرخه بسم الله ما شاء الله يكفي عيله. ناخد النص التاني معانا بالشكل ده كده اهو، وناخد الورك ده كده الدبوس انا بحبه ده مقلي اهو بالشكل ده كده، ونشيل الجلد ده من هنا. توضيب الفرخه اهم حاجه اهو، وناخد الجزء ده كده بالشكل ده كده بالراحه، ودايما السكينه في ايدك تكون حاميه. ونيجي على الصدر ده كده برضو نشيل الجلده دي كده، وعلى البلانشة تكون ايدك نظيفة وبلانشتك حلوة والسكينة حامية في ايدك. هتقولي لي ليه ما قطعتش الفراخ يا شيف؟ انا حابب ان انا اقطعها مع حضراتكم علشان ما تشتريهاش جاهزة، تبقى انت جايباها
وانت اللي تعمليها بايدك اهو. الضغط على السكينه دي مهمه جدا. شفت الصدر معانا ثلاث قطع ازاي؟ اهو زي الفل اهو اهو. ده صدر فرخه، الفرخه اه لا تتعدى تقريبا ال 750 جرام كمان دي مع بعض اه. واحده واحده كده. اول حاجه اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. هنيجي على السلسله بتاعه الفرخه نشيلها كده بالراحه اهو. هي السكينه ماشيه لوحدها سبحان الله. رفعت السلسله بالشكل ده كده اهو، اخدها واركنها على جنب. الحاجات دي طبعا ما تترميش، يفضل انك انت طبعا بتحطيها في حله على النار وتعملي منها شويه شوربه حلوين. جينا المصروف لانها اخر الشهر الدنيا مش ظابطه معانا، هنعمل لسان عصفور بشوربه الفراخ، صينيه بطاطس بشوربه الفراخ، شويه ملوخيه حلوين بشوربه الفراخ وهكذا. ادي الدبوس بتاعنا. الحاجات دي بيعملوا منها منيو كامل في الاوتيلات الكبيره، الدوبري بتاع اللحم والفراخ اه، الديميجلاس والباربيكيو صوص ده اساسي طبعا، عظم الفراخ والدوبريات بتاعت اللحوم اللي موجوده والخضار وهكذا اه، قشر البصل، الحاجات دي كلها لازم حضراتكم تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي اه. عشان كده بقول لك الاكل بتاعنا مش زي بره، انت نفس الموضوع ممكن تعمليه في البيت من عظم الفراخ، عظم اللحمه. تجيبي حله تحطها على النار، تحطي فيها بصلتين، فصين ثوم، شويه ورق لورو، حبهان، رنفل، البهارات اللي عندك، وتحطي فيها العظم اللي موجود عندك وتسيبيه يغلي على النار لمده ساعتين ثلاثه حسب الكميه، وفي الاخر تصفيه كويس وتعملي منه الديميجلاس اللي هو الاساس بتاع الصلصات كلها اه. التقطيعه دي مهمه اهو. الدبوس ده حلو، بسم الله ما شاء الله البوله اتملت معايا فراخ اهو. ده قطعه لاتنين. حد كان يصدق الفراخ دي تديني الحجم الكميه دي كلها اهو. ناخد الصدر ده كده كمان اهو بالشكل ده كده، واخد الصدر ده كده اهو، نفس التقطيعه دي كده اهو زي ما بتشتريها من بره بالظبط اهو. ونيجي هنا قاطعينها اهو، شفت السكينه بتنزل ازاي اهو. مهم جدا زي الفل. ناخد دول كده ونشيل كل حاجة احنا مش عايزينها عشان مش بنحب الدم، ونشيل ده كمان من هنا، ولينا واقفة مع الفراخ. اللهم صل على النبي. أنا بس أنا وش مع حضراتكم كده خطوة خطوة علشان نشوف احنا عملنا إيه. تعالوا نعد احنا عملنا كام قطعة من الفراخ واحنا شغالين مع بعض في التتبيلة اللي أنا جاهزة مع بعض. توم طازة أه، توم مفروم طازة في التتبيلة، مش عايز زفاره في الفراخ يبقى عصير ليمون. واحده واحده مع بعض كده علشان نفهم الامور ماشيه ازاي. عصير ليمون وتوم ده اساسي. عندي شويه شمر مفروم ناعم وشويه بهارات حلوه موجوده معايا اهي. اللهم صل على النبي. بابريكا، شويه كركم حلوين، ومعانا شويه جوزة الطيب ما تكتريش منها. حلو، كل دول مع بعضيهم، وشويه الملح والزعتر. ده الطبيعي والفلفل الاسود. دي تتبيله المرينيه اللي انا هدخل فيه الفراخ شويه اهو. وادي الملح وادي الزعتر بتاعنا. الخلطه دي يا عم الشيف زي الفل، هقلبها كلها مع بعضيها، وهي دي الاساس مع معلقه خل صغيره كده. حلو قوي. اخد الفراخ دي زي اللي موجوده معايا بعد ما اقلب ده كله مع بعضه. اعتقد من النهارده جاوبنا على سؤال وتفاصيله كتيرة اهو. التتبيله دي مهمة جدا. تاني عملت ايه يا شيف؟ توم طازة مش توم باودر، التوم الباودر في مكانه التاني، مع عصير ليمون، بهاراتك الملح والفلفل، جوزة الطيب، بابريكا، كركم، كل ده مع بعضه اهو، ومعلقة خل صغيرة كده. الزفارة ملهاش مكان بينا. هناخد الفراخ يا عم الشيف اللي اتقطعت، نعد مع بعض كده يا شفيق. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين. الحجم العائلي كام في اي محل بتاع فراخ؟ تقريبا 24 قطعة. عينيا الحجم العائلي بجد يقول لك 24 او 12 حسب عدد افراد الاسرة، بندفع فيه فلوس قد كده اه. وانا معاكم واحدة واحدة اه، قدرنا نعمل الفراخ بطريقه سهله، ولكن الخلطه بتاعتك طبعا محدش يعمل زيها. نمسك الفراخ بالشكل ده كده اهو في الميرينيه بتاعنا، ونسيبها شويه فتره الليل ساعتين، تبلها من بالليل زي ما انت عايز اهو. شفت الفراخ متقطعه صغيره ازاي اهو.
عندك الزيت طبعا جاهز، قلاية بتشتريها من مصروفك، حوشي طول الشهر شهرين ثلاثة تجيبي قلاية حلوة كده تخليها في البيت للبطاطس الفراخ دي، ما عندكيش القلاية دي تحط زيت في طاسة كبيرة. ادي الفراخ اتبلت اهيت زي الفل، دي خلطة مبدئية. حلو الكلام؟ اه بصوا على الفراخ كده زي الفل. نعمل بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي الفراخ تمسك فيها واحنا شغالين مع بعض. ادي بولة زي دي كده، بنحط شوية توم بودر، بصل بودر، وفص توم طازة. دي خلطة تانية، فص توم طازة، التوم الطازة التست بتاعه عالي أعلى طبعا من التوم البودر، شوية شمر ناعمين، جوزة الطيب شوية صغيرين، الملح والفلفل بتاعنا نفس التوابل. اهو عملت ايه يا شيف دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ التركاية بقى بتاعت الشيف المغازة اهي، معلقتين دقيق، معلقتين نشا مع التوابل بتاعتي، معلقتين دقيق، معلقتين نشا مع التوابل بتاعتي اللي انت حطيتيها على الفراخ من الاساس، ونقلبهم كده اهو وانا شغال واحده واحده. قلبنا ده كله مع بعض وظبطت الملح بتاعك زي الفل. بجيب مضرب صغير واجيب ميه مثلجه، ادي الميه وادي التلج اهوت، واحده واحده مع حضرتكم كده عشان الموضوع ده مهم جدا. اه اللهم صل على النبي. ميه ساقعه بتطلعها مكعبين تلج من الثلاجه، دول كفايه قوي. ميه مثلجه اه، وننزل بقى هنا كده اه ونقلب. الخليط ده مهم جدا اه. وناخد الفراخ يا شيف مغازي من الخلطه دي على فين؟ اه دقيق ونشا والتلج. ليه ميه ساقعه يا شيف؟ عشان تديني قوام وتمسك فيه الغلاف الخارجي للفراخ اللي انا قطعتها. ناخد الفراخ دي بعد ما تبلناها التتبيله الحلوه دي كده نسقطها في قلب الخلطه. اه واحدة واحدة علشان الفراخ دي هتتحدي بيها جيرانك وحبايبك وصاحبتك، قولي لها الشيف المغازي النهارده عمل فراخ مقرمشة كسرت الدنيا والسمسم باين فيها وانا باكلها، عايزة تحط حبة البركة اهلا وسهلا. اه هناخد الخلطة دي نخليها على جنب، وناخد الفراخ بتاعتنا زي ما هي كده نسقطها هنا. اه ونسيبها فترة ساعة زمن ساعتين. طبعا انت غيري، انا معايا اخراج ومعايا وقت حاكمني. اه شفت التتبيلة دي كده اه، بس خلاص هي التتبيلة دي اهم حاجة، واشيل كل ده من هنا. وايه اللي بعد كده؟ خطوة مع بعض. معايا بقسماط ومعايا دقيق، تاني معانا بقسماط ومعانا دقيق اه. البقسماط ده ليك الاختيار في حاجتين، يا اما تحط بيكنج باودر سوري، يا اما تحط البقسماط بتاعنا اللي هي شرايح التوست المطحونه او بواقي الخبز اللي عندك الفينو حمصتيه في الفرن وطحنتيه، يا اما تجيبي رقائق الذره الهشه موجوده في اي سوبر ماركت معروف المسمى بتاعها، بتجيبيها بتطحنيها وتستخدميها بنفس الاستخدام. تاني ليك الاختيار، يا اما تجيبي رقائق الذره تطحنيها بتبقى معانا بالشكل ده كده وده موجود في اي سوبر ماركت، يا اما تجيبي البقسماط اللي هو التوست او بواقي العيش الفينو بتتحمصيها وتطحنيها، ولكن الدقيق ده عنصر اساسي موجود معانا. بنحط على الدقيق ده يا شيف مغازي شويه بيكنج باودر، الدقيق اللي انا هغلب بيه الفراخ دلوقتي شويه بيكنج باودر وانا شغال كده اهو، وشويه بهارات صغيرين من البهارات اللي عندي، منها التوم البودر والبصل البودر وانا شغال اهو، توم باودر وبصل باودر، وشويه بهارات حلوين من البابريكا على وش الدقيق مع شويه كركم تدي صفار وتدي لون، والفلفل الاسود بتاعنا والملح والزعتر، كل دول مع بعض، كل دول مع بعض اهو في قلب الدقيق. اعتقد ان احنا عاملين فراخ مستحيل تاكل الطعم ده بره. ضمنت الزيت، ضمنت التتبيله اللي انت عاملاها لاولادك، النظافه، كل ده مش معناته ان اللي بره مش نضيف عشان ما تفهمونيش لا خالص، كله زي الحلو، ولكن مهم جدا ان انا اعملها في البيت لاولادنا. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ازاي نشوف ايه التركايه الاخيره ان انا احمر بيها فراخ بنفس الشكل ده كده تبقى كريسبي او مقرمشه لاولادنا بشكل جديد وطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الاخيره والتركية الاخيره اللي احنا ممكن نفرد عضلاتنا بيها ونقول الفراخ مش هتفك مني في قلب الزيت. فاكرين الخلطه اللي انا عملتها في البدايه اللي هي الماء المسلج حطيت عليه توابل وحطيت عليه بهارات وموجود معايا ده بحتفظ بيه وانا شغال كده. طبعا الفراخ خدناها من الخلطه اللي كانت معانا من شويه اللي قبل ما نطلع فاصل خطوه خطوه بس عشان في بنات حلوين بيشوفونا دلوقتي وبيسالوا الفراخ بتتعمل ازاي. فانا ماشي مع حضراتكم خطوه خطوه وخاصه ان احنا مفيش حاجه تفوت مننا. انا عايز اعمل الطريقتين، الطريقه اللي هي بيبقى شكلها برقائق الذره والطريقه اللي هي العاديه بتاعه المحلات اللي احنا بنشوفها بتبقى الخلطه من بره لونها اصفر ولطيف واحنا شغالين مع بعض. هناخد كده من الخلطه نحطها في الماء المسلج ده كده ونحطها هنا تاني في الدقيق. دي هتنزل في الزيت بعد كده. تاني اهو. طبعا الدقيق ده مخلوط عليه شويه بيكن باودر. هتقولي البيكن باودر ده فايدته ايه؟ بيخلي لك الخلطه اللي على وش الفراخ مقرمشه كده وهشه مش مكتومه. في التتبيله كده وانا شغال. كميه كلها مع بعضها. خلي بالك دي ما تقعدش في الدقيق في الخلطه، يعني على طول في الخلطه وتحطها في الدقيق. عشان كده بعمل واحده واحده وانا معاكم. في قلب الزيت بعد كده هتنزل. عشان كده لما بنروح ناكلها بره بنقعد ندور على الفراخ بعد ما بناكل بنلاقي حته فراخ قد كده. طبعا الكلام ده مش معانا هنا. الدبوس ده حلو بحطه كده واحطه تاني في الدقيق كده واخليه على جنب واحده واحده كده. كميه فراخ تكفي العيله والقرايب وتاخدي منها هديه لقرايبك وانت رايحه تزوريهم. مش لازم كل يوم تورتايه وجاتوه، خدي مره فراخ مقرمشه حلوه كده. شفت الشيف المغازي على القناه الاولى النهارده عملها بطريقه سهله وبسيطه وعمل من الجزء الفراخ 25 قطعه. هم المفروض 24 12 و12 طلعوا معايا 25 ازاي مش عارف. التتبيله دي كده انت متابع بقى الورك الكبير ده قطعته على اتنين في فرخه من الفرخات عشان كده اداني قطعه زياده. شفت الجو ده كده. هناخد دول ونروح على الزيت يا عم الشيف بالخلطه دي كده. الفراخ كده في قلب الزيت. اخبار الزيت ايه؟ درجة حرارة الزيت تكون عالية جدا. هناخد بعضينا كده ونحمر مع بعض الجزء ده كده ونرجع تاني للنوعية التانية او اللي هي برقائق الذرة. في قلب الزيت واحنا مع بعض. الزيت لازم يكون شديد الحرارة. سخر منك الزيت غصب عنك ما تزعليش. هتجيب نص برتقانية نص ليمونة بصلاية تحطها في قلب الزيت والزيت شديد الحرارة كده بننزل في قلب الزيت. تحمير الفراخ زي الفل. شفت واحدة واحدة ما تستعجليش عشان ما يلزقوش في بعض. ما تحطيش واحدة على التانية جنبيها كده. هتقولي يا شيف مغازي ربنا يديك ويدينا ما عنديش قلاية زي اللي بتحمر عليه، أعمل إيه؟ طاسة تحطي فيها زيت يا أختي يا أمي يا خالتي يا عمتي، كمية زيت عالية كده كأنك بتحمري بطاطس أو بتحمري زلابية وتحمري فيها، مش هتقول لأ. وأنا بحمرها في البيت في نفس الزيت. أسيب دول كده شوية ما احطش تاني واحده واحده. ابص عليها كده. شوف الفراخ اسيبها كده خلي بالك. هنشيل دولت ونحمر التانيين واحنا مع بعض. نجهز طبق كده عشان نطلع فيه الفراخ دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا بجاوب على الفراخ المقرمشه بكل تفاصيلها. دي تلدينة بيسموها، لدنتها كده. خرجنا الجميل اساتذه المصورين. التلدينة دي مهمة جدا، بخليها كده على جنب. هي كده لسه ما استوتش. واحدة واحدة مع حضراتكم، شغل المطاعم بقى. شفت الفراخ شكلها طالعة ازاي؟ لسه. ننزل بالتانيين. تتلدن نفس الطريقة. بسم الله ما شاء الله الورك كأنه ورك ديك رومي. ننزل بالباقي ده كده. الفراخ دي قديش؟ فرختين والله العظيم، شفناهم مع بعض قبل ما نقطعها. عملنا حفلة. وبعدين بقى اللي عايز ورك ياكل، اللي عايز صدر صدر، زي ما احنا عايزين، ما حدش يفرض علينا ويقول لك ايه ببيع كله مع بعضه. هنخليهم تاني نلدنهم، نجهز التانيين واحنا مع بعض. حفلة فراخ النهارده، عايزة اللي هي برقائق الذرة يا شيف أنا بحبها، اللي هي بتبقى مقرمشة من بره لونها أصفر. عايزاها سبايسي، عايزاها حار، أعمل إيه؟
في صلصات بتتباع في اي سوبر ماركت عارفينها بالمسمى بتاعها، وفيك تحط شطه وفيك تحط كاتشب مخلوط بشطه زي ما انت عايزه، اختياري ليك الاختيار انك انت تحط كاتشب عليه شطه، يا اما تجيب الصلصات اللي هي معروف اسمها تبقى علبه صغيره كده سبايسي قوي، يا اما تجيب شطه وتحطها في قلبيها مفيش مشكله زي ما انت حابه. نرجع بقى للموضوع التاني، نشيل ده كده ونشتغل في دي كده مع بعض اهو. اللهم صل على النبي، نحط كده اهو، شفتي بقى الخلطه دي كده اهو اهو، نفس الطريقه اهو، دي اللي حبيبها برقائق الذره واحنا شغالين مع بعض اهو. الخلطه دي مهمه جدا، ناخدها زي ما هي كده نحطها تاني هنا كده ونرجعها تاني كده اهو، ونخليها على جنب، نجيب طبق ونفس القصه. حلقه النهارده سؤال مهم جدا، لان اولادنا قاعدين في البيت دلوقتي وعايزين ياكلوا الفراخ ديت بسرعه كده. عيني، حاضر حبيبي والله العظيم، اشيل دي كده خلاص، التلدينه دي مطلوبه، هي لسه هتنزل في الزيت، لسه هتنزل في الزيت شفت اللهم صل على النبي. نزله الزيت اللي جايه بقى، الزيت يهدى اروق على الزيت وتنزل تحميره اخيره. طب ليه نزلتها كده يا شيف؟ انا كده بعمل هدنه للدم اللي موجود ما بين مفاصل اللحمه ناخد دي كده مع بعض بسرعه تفتح مشروع الصبح على الطريقه دي، خلي بالك تكسر الدنيا مشاريع كتيره دلوقتي كله بيعمل فرايد تشيكن نعم يا غالي، ممكن تنفع، بيقول لي الطريقه دي تنفع مع السمك، تنفع مع السمك بنفس الطريقه زي الفل. شكرا شكرا حبيبي يا عم اشرف شيل كل ده من هنا بقى، حفله فراخ النهارده ونروق الدنيا دي كلها عشان ما حدش يزعل مننا. الفراخ بالشكل ده كده خلاص، اللون ده كده، يبقى عندنا نوعين من الفراخ، واحده واحده كده اللهم صل على النبي. طبق ده كده اهو، اللهم صل على النبي، مدلعك انا النهارده، فراخ كتيره. ناخد ده كده ونروق على الزيت بتاعنا عشان هنحمر فراخ تانيه دلوقتي بالشكل ده كده اهو، وننزل في الزيت كده ونهدي الزيت شويه، ما يكونش الزيت عالي. الفراخ اللي معانا دي هتنزل في قلب الزيت تاني دلوقتي بعد ما تبرد شويه بسم الله الرحمن الرحيم تاخد بقى التحميره اللي هي تحميره السوى هتبص عليها دلوقتي تلاقيها مقرمشه وزي الفل. لما هديت يا مغازي، السائل اللي بين العظم والفراخ حل طبعا نتيجه تعرضه لدرجه الحراره، لما احنا بننزله دلوقتي في صوت، طالما انت سامعه صوت كده معناته ان الميه بتنشف بالشكل ده كده طبيعي ان الزيت لما بيتعرض لاي سائل غير الزيت بيديك صوت، سواء خل سواء ميه دول كفايه. ونحمر التاني بعدين نستنى بقى عليه شويه لغايه لما تاخد اللون اللي احنا عارفينه مع بعض. واخبار الفراخ، لا 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 لا، بص بص على الحلاوه نرفع دول كده خلاص زي الفل حاضر، عايز اغرفها عايز اغرف شويه فراخ النهارده حفله اللهم صل على النبي. السرفيس ده ده وش جاهزه، ننزل بالتاني عد بقى تلاقيهم زادوا، سمي بسم الله والشويه تبقى في ايدك كتير الله يديك الصحه يا حاج. شايفين التتبيله دي كده ناخد كده الطاسه بتاعتي. ايه الاخبار ايه الاخبار؟ دي طبعا بتاخد شويه وقت سوى زياده، ننزل بدون مفيش مشكله معانا مكان في الزيت اسرار عمل الفراخ مقرمشه في الزيت بتتكلم مصري ده طبعا اللون اللي انا بحبه. ايه الفرق بين الاثنين يا مغازي؟ ده برقائق الذره وده بالطريقه العاديه. شفتوا الطبق اتملى فراخ ازاي سمي بسم الله ربنا بيبارك على طول. نقفل الزيت مش عايزينه عشان نقلي فيه تاني بعد كده، ما ينفعش يتحرم معانا. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده، وعلى فين على فين هنا الكلام
اللهم صل على النبي. قديه معاك كاتشب، توميه، مايونيز زي ولادك ما هم حابين؟ حلوه. برزنتيشن بتاعنا عود نعناع، عود زعتر، عود روزماري، زي ما انت عايزه. دي يفضل طبعا تتاكل سخنه على طول بألف هنا وشفا. فراخ مقرمشه شفنا عملناها مع بعض ازاي، الفكره البسيطه السهله درسناها وشفنا التركايه بتاعت المغازي. الماء المثلج المخلوط بالتوابل، معلقتين دي معلقتين نشا، هي دي الحكايه. المكرونه اللي انا عملتها بالبقدونس والزيتون، وخلونا اعيش مع المانجا المصريه الحلوه اللي بتتكلم مصري وحلو من اختراعي وحقوق الطبع لدينا وبس. يعني رؤيه، يعني فن، يعني ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.